للحديث عن هذا الموضوع وبداية الرفع الجزئي عن الحظر المفروض منذ أشهر في مختلف دول العالم بعد انتشار وباء كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية استشاري الأمراض الباطنية والمناعة الدكتور عاطف زكي. أهلا بكم دكتور. دكتور لا أدري إن كنت تسمعني والصوت واضح لديكم. أنا أسمع كويس. نعم أهلا بك من جديد دكتور، ما رأيكم من وجهة نظر طبية حول هذا القرار في رفع الحظر الجزئي عن الكثير من الأماكن العامة في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 3 أشهر على فرضها؟ هو رفع الحد الجزئي عن الجائحة في بعض دول العالم بأمانة ملوش سبب مقنع، يعني هل علشان الوباء حصل فيه يعني حصل له، ولا علشان لقوا له علاج، ولا علشان ان مفيش يعني وسيلة أخرى للمتابعة للمرض. فكل دولة تتعامل مع الجائحة على حسب إمكانياتها وعلى حسب المنظومة الصحية بتاعتها وعلى حسب المخزون الاستراتيجي بتاعها من الأدوية والمستلزمات والمشافي والأطقم الطبية. وبعدين هم لسه بأمانة لسه بيجربوا برضه بيشوفوا هل فتح الجزء الحظر هل هيزود الإصابات، هل مش لا يوجد هناك فرق في الإصابات اللي هي المكتشفة، ولا هو ده اللي احنا لسه هنشوفه خلال الأسابيع القادمة. نعم دكتور، كانت هنالك حصيلة جديدة عن أعداد المصابين تجاوزت 5 ملايين مصاب في العالم، كيف يمكن قراءة هذا الرقم من حيث قوة الفيروس وانتشاره في مختلف القارات؟ احنا برضو ممكن نقول طرق العدوى للفيروس ده، هل هو احنا عارفينها كاملة ولا في طرق اخرى احنا لسه ما اكتشفناهاش او لسه ما عرفناهاش؟ فهو دي المشكله الكبيره عندنا. في دول بتقول ان طرق العدوى عن طريق التقارب الاجتماعي، عن طريق التلامس، عن طريق النظر من الفم. في اكتشافات جديده لطرق العدوى بتاعه الفيروس، فعشان كده يعني طرق العدوى هي المقياس الرئيسي لنسبه الاصابه. هل برأيكم كان يمكن تفادي هذه الأعداد الكبيرة من المصابين وكذلك الوفيات لو لعبت منظمة الصحة العالمية دورها منذ البداية في التحذير أو على الأقل فرض حظر التجول لحماية المصابين؟ هو طبعا احنا اغلبيه الدول بتحمل المسؤوليه الكامله لمنظمه الصحه العالميه WHO، ده طبعا غير يعني غير واقعي غير حقيقي، لان في دول يعني تخلصت او تحجمت فيها الاصابه زي الصين بدون الاستعانه في منظمه الصحه العالميه. منظمه الصحه العالميه دورها انها تقيم الموقف، تجد علاج، تجد لقاح مناسب، لكنها قللت من خطورة هذا الفيروس، تحدثت عن عدم ضرورة حظر الطيران، تحدثت عن عدم ضرورة لبس الكمامات، وخففت من حدة هذه الخطورة التي تبين العكس في الأسابيع التي تلت انتشار الوباء. والله برضو الموضوع غير مفسر، هل إحنا يعني نخاف من القيود؟ هل احنا نخفف من خطورة المرض؟ هل احنا يعني نتعامل مع المرض بسلبية ولا بطريقة عادية، ولا الحرص الشديد اللي موجود في بعض الدول؟ طلع فعلا ان الحرص الشديد في بعض الدول اللي قامت بيها ده ما قللش من نسبة الإصابة ولا قلل من نسبة الوفيات، درجة ان الوفيات دلوقتي غير محددة، هل الوفيات لكبار السن بس؟ هل الوفيات الناس اللي هم عندهم نقص مناعه؟ هل الوفيات عندهم امراض مزمنه؟ برضه الموضوع لسه لم يتضح. في ناس عندهم المناعه بتاعتهم قويه بيتدهوروا بسرعه شديده والموضوع بيتطور.
نتفاقم معهم. الموضوع لسه غير محدد. نعم دكتور، تابعنا في الأخبار إعادة فتح الكثير من المساجد والكنائس أيضا في عدد من الدول العربية وفي العالم، ما مدى خطورة الاحتكاك في مثل هذه الأماكن الدينية، أو ما هي الإجراءات الممكن تقيد بها خلال الدخول إلى دور العبادة؟ هم سكين، يعني دور العبادة هي المشكلة الرئيسية. الأسواق موجودة بكثرة، والتحامل مع التعامل مع المواطنين يعني بصورة يعني بصورة ملحوظة، إنما يعني لماذا دور العبادة هو الرئيسي في الموضوع ده؟ يعني أنا مش شايف إن هو سبب رئيسي في نقل العدوى. ف يعني برضه يعني هل فعلا دور العبادة لها دور رئيسي؟ ده هيتضح لما فعلا يفتحوا دور العبادة ونشوف فعلا النسبة زادت ولا لم تزد. المشكلة كلها في التحليلات اللي بيعملوها بعض الدول جميع أنواع الفئات من الشعب، هو ده ممكن اللي بيتضح لنا الصورة الصحيحة والصورة الواقعية بنسبة الإصابة. في بعض الدول ما بتعملش التحليلات المسحة سواء او الـ PCR الا لما يوجد اعراض واضحه للمرض. طبعا ده خاطئ جدا، لان بعد ظهور الاعراض يبقى الحاله الى حد ما ما بنقدرش نتحكم فيها، لان الفيروس خلال 48 ساعه ممكن يعمل تلجف كامل في الرئه ويصعب معاها استعمال التنفس والاكسجين. نعم. أو العلاج. دكتور، هل يعني هذا الكلام أننا في الأيام المقبلة ربما قد تشمل هذه التحاليل حتى الناس الأصحاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض؟ ده المطلوب، ده المطلوب، ده الواقع، ودي اللي عملته ألمانيا. ألمانيا باقتصادها القوي جدا قامت بعمل مسح لفئات كبيرة جدا جدا من الشعب سواء عندهم اعراض او ما عندهمش اعراض. فاتضح فعلا عشان كده الارقام بتاعتهم، بس شوف نسبه الاصابه بتاعتهم قليله جدا ونسبه الوفيات الى حد ما قليله. الحاجه اللي ملحوظه دلوقتي وبرضه ملهاش تفسير، دخول بعض الدول الحاره زي البرازيل في قائمه المصابين، ودي يعني غير مفسره، بحيث دلوقتي هم عندهم ارتفاع شديد درجة الحرارة، هم منطقة استوائية، وهل فعلا الفيروس بيتأثر في درجة الحرارة العالية ولا لا، ولا هم من الشعب بتاعهم مثلا ما التزموش بالبعد الاجتماعي والتحذيرات اللي قالت عليها منظمة الصحة العالمية دي مش ملحوظة، بس عندهم نسبة الإصابات ظرف أسبوع أو أسبوعين ارتفعت جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لكم استشاري الأمراض الباطنية والمناعة دكتور عاطف زكي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.